للملوخية أنا حطيت كيس اللي هو 400 جرام دي ملوخية متجمدة يا جماعة، أنا ما عنديش ملوخية فراش. أنا باخد الملوخية بتاعتي دي وبحطها هنا على النار، بس بحاول إن النار تبقى نار مش عالية. بحط عليها معلقتين يعني كبشتين كبار من الشوربة، ده حجم الكبشتين أهو. دي شوربة بط، اللي عنده شوربة فراخ طبعا يقدر يستخدم شوربة فراخ، أي نوع شوربة موجود عندكم في البيت. ده حجم الكبشة اللي أنا حطيت بيها أهي، معلقتين كبشتين، وبستمر هنا في التقليب لغاية ما أدوب كل الملوخية اللي عندي. بجيب راس توم يعني واحدة كاملة من التوم، بفرمها زي ما حضراتكم شايفين كده. كل اللي أنا بس هعمله هجيب معلقة من السمنة، حط عليها معلقة شاي من الكزبرة، كزبرة مطحونة يعني معلقة شاي مليانة زي ما حضراتكم شايفين كده. بحط عليها قليل من الشطة، الناس اللي مش بتحب الشطة طبعا يا جماعة ما تزودش من الشطة. بحط عليها شوية من الفلفل الأسود حسب الرغبة، برضو أنا هحط يعني ربع معلقة كده مليانة فلفل أسود، الملح حسب الرغبة أو حسب حوض الشوربة، وبفضل أقلب في الخليط اللي قدامي ده لغاية ما التقلية بتاعتي دي تتحمص على النار. حلت الملوخية اهي، ما راحتش بعيد عننا، الاتنين موجودين جنب بعض جنب ايدي على البوتاجاز. والخطوة الجاية هي ان احنا نضيف التقلية على الملوخية وبكده تبقى جاهزة علشان تتقدم. الملح حسب الرغبة يا جماعة، حسب ما بتحبوه، انا بس بستنى بقلي التوم لغاية ما بلاقي اللون الأصفر اللي حضراتكم شايفينه ده، وباجي هنا أنزل على التقلية بتاعة الملوخية. بستمر في الحركة دي أكتر من مرة وبكده الملوخية بتاعتنا كده جاهزة، ونقدر نقدمها على طول بعد ما بتتفور على النار. ده شكل الملوخية بتاعتي، دي طريقة مطبخي، مطبخ أما. ألف هنا.